البينة قد تكون شهودا وقد تكون قرينة، قد تكون أشخاص، قد تكون كتابة، قد تكون الحال. والقرينة يستأنس بها، وإذا زالت القرائن أكدت الحكم، وهذا معمول به الشرع. ومن أجمل ما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن امرأتين خرجتا إلى الغابة في زمن من؟ سليمان بن داود عليهما السلام، وكان مع كل منهما صبي، فجاء الذئب فذهب بابن الكبرى، يعني هم امرأتان كبرى وصغرى وكل واحدة معها ابن، فالذئب أخذ إيش؟ ابن الكبرى، فتخاصمتا على الابن الثاني. هذه الكبرى تقول ابني، والصغرى تقول ابني، هو ابن من؟ صغرى. ابن الصغرى. هي تدعي، ما في تحاليل، ما في، هي تدعي. تنازلت على هذا الطفل، فقال سليمان عليه السلام: ائتوني بسكين أشقه نصفين. الصبي هذا سكين نصفين، كل واحد تأخذ نصف. فوافقت الكبرى وقالت الصغرى: هو لها. على ماذا يفيد هذا؟ الكبرى أصلا الذئب ذهب بابنها، انتبهتم؟ ولو قتل هذا الطفل، يعني بدل الذئب أخذ ابنها وترك الثاني، خلي يروحوا الاثنين، لكن الصغرى ابنها حقيقة، فأشفقت عليه يذهب عند الكبرى ولا أن يشق نصفين ويموت. فلما وافقت الكبرى وقالت الصغرى هو لها، تنازلت عن، عرف سليمان ماذا؟ أنه للصغرى. هل هذا دليل ولا قرينة؟ قرينة. فقال: قرائن يعمل بها، قرائن يعمل بها. لو تنازع اثنان على آلة، وهذه الآلة استعملها مثلا الميكانيكي أو بنشرسي، ها، وهذا معروفة هويته وأصابعه وملابسه، وذاك جاهل آخر باللبس يقول له هذه لي، كل هذا شكله ويعمل بالآلة هذه. أنت شكلك إيش تشتغل؟ إيش تعمل؟ ملابسك وشكلك ووضعك ما يدل أن هذه الآلة لك، لكن أقرب ما تكون لهذا. انتبهتم؟ قد يكون هذا اشتراها أيضا، قد، لكن هذا يعمل بالقرينة، يعني هذا يؤكد لك الحكم لفلان وليس لفلان، تسمى هذه قرائن. نعم. قل جل وعلا: ايش؟ ففهمناها سليمان. ها، بالفهم في مسألة أخرى أيضا، في يعني غنم أكلت زرع، فربنا جل وعلا آتى سليمان فهما استطاع أن يحكم. ولذلك بعض علمائنا ومشايخنا يقول: ليست كل مسألة تقول ما الدليل فيها، أحيانا الدليل يكون خفيا أو غير واضح في هذه المسألة، إلا أن مقاصد الشرع يفهم منه أن مثل هذا الحكم هو الأليق أن يكون موافقا للشرع، فيكون ماذا؟ الفهم، من خلال فهمه وخبرته في الأحكام وما يحكم الله به ورسوله، أن هذا أشبه ما يكون بالفعل الحلال أو أشبه ما يكون بالحرام الفلاني. القضاة لابد أن حينئذ ينظرون، لأن بعض المجرمين ماذا يفعل؟ يأتي ببعض القرائن حتى يموه، حتى يخرج من الجريمة. انتبهتم؟ ربما يرتكب جريمته وهو مكان ثاني أو هو مسافر، فيبحث القاضي ويبحث ويجد، يعني أحرص الناس على أن يقتل فلان فلان لأن له مصلحة، أو يريد أن ينتقم منه، أو يريد أن يرث من وراءه. فذاك يقول: أنا كنت مسافرا، وكذا إثباتات أني أنا كنت مسافر. لكن القرينة تقول العكس، هذا الذي هو المستفيد الأول من القتل، فيبحث يبحث يكتشفون أشياء، أن هذا صحيح أنه مسافر، بس ماذا فعل؟ استأجر من يقتل، ها، في وقت القتل هو يسافر حتى يبعد الشبهة عن نفسه. يكتشفون جرائم كثيرة من هذه الطريقة، بهذه الطريقة، لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا جاء يرتكب الجريمة خطط له الشيطان، وخطط نفسه بحيث يخفي جميع ما قد يدينه أو قد إيش يدل عليه، وأموال تذهب بالحيل
دماء تذهب بحيل، ولكن هذه الدنيا ليست هي آخر المطاف. فما ارتكب وحبك جريمته له يوم يحاسبه الله عز وجل، لا يظنه قد فلت أو افتلت منها أو خرج منها، بل سيحاسبه الله عز وجل. وذاك اللي ينظر إلى مشاكل الناس الكثيرة التي لا حل لها، حقوق كثيرة تضيع، ناس تقتل ما يعرف كما يقال إيش، تحفظ القضية ضد مجهول، هذا مما يؤكد على ماذا؟ على أن الساعة حق لا ريب فيها. كثير من المسائل المعلقة، ما عرفوا من القاتل، من المعتدي، من سرق الشيء الفلاني، أحيانا يخطف بشر، أحيانا تخطف أطفال، نساء، أحيانا واحد يهتك العرض ويهرب ولا يترك شيء وراه من الأدلة، ها؟ أحيانا واحد يستغل فوضى الناس ويقتل. طيب أين حق هذا؟ هذا يدل، هذا من الأدلة على ماذا؟ على أن الساعة آتية لا ريب فيها، حتى يقضي الله عز وجل بين العباد ويقضي حقوقهم. ولا لا، واضح ولا ليس بواضح؟ كما أن لو أن شخصا ما قتل آلاف البشر، هذا حتى لو قبض عليه ماذا نفعل به؟ في بعض الناس يقتل أمة كاملة، شعب كامل، ماذا يفعل به؟ نقتلها؟ طيب هو قتل كم؟ هو واحد، فلا بد أن يحييه الله عز وجل ويقتص لبقية البشر الذين اعتدى عليهم. وأحيانا بعض الناس يرتكب من الجرائم، يعني ما لو قتل ما يوفي، هتك أعراض كثيرة وضيع أمم، ضيع أسر، ضيع. طيب بعد قتلنا ما تذهب يعني حرارة قلوب الناس لما صنع، إلا أن يبعثه الله عز وجل ويعذبه جزاء وفاقا مما ارتكب. فالساعة حق آتية لا ريب فيها. في بعض النساء ترفع قضية وتشتكي أن من 10 سنوات من 5 سنوات ما أنفق عليها، يقول أنا أنفقت، فالقاضي يقول تعملين أنت؟ لا ما أعمل. شلون كنت تأكلي 5 سنوات 10 سنوات؟ هذا ما عندك مصدر رزق وأنت تحت هذا الزوج. طيب لماذا ما اشتكيتي من 10 سنوات من 5 سنوات؟ فيكتشفون بأنها تكذب، لأن الآن في شياطين إنس يكتبون لهم تقارير من محامين محاميات، ادعي أنه كذا، وادعي أنه ضربك، وادعي أنه جوعك، وادعي أنه حبسك، وادعي ويكتبون. لكن هذه الدنيا ليست آخر المطاف، هذه الدنيا ليست آخر المطاف. في يوم يبعث الله عز العباد يحاسبهم، كيف تدعين 5 سنوات 10 سنوات ما أنفق، وانت كيف عشت السنوات هذه؟ ليش ما اشتكيتي هذه السنوات كلها؟ الله المستعان.